اليوم زرنا معبد لالش من أجل تقديم التهنئة والمباركة بأيام عيد الهنة اليزيديين، عيد الجمع، عيد الجماعة. وهذا العيد هو رسالة إلى أن اليزيديون قادرين على صناعة الحياة من جديد رغم كل الذي حدث بأهلنا اليزيديين عندما قامت عصابات داعش الإرهابية بأعمال القتل والسبي والخطف، ولكن نقول أن القضاء العراقي هو الفيصل بالقصاص من المجرمين والحياة لابد أن تستمر. فالشعب اليزيدي والمجتمع اليزيدي هو شعب مسالم، هو شريك لنا في الوطن والإنسانية، فعلينا دائما أن نقوم بتضميد الجراح وجبر الخواطر من أجل أن تستمر الحياة ونترك المجرم للعدالة والقضاء العراقي، ولكن الحياة لابد أن تستمر. فنحن كحكومة محلية في محافظة نينوى نقدم الدعم الحقيقي للمجتمع اليزيدي في كل المجالات، سواء في بحشيقة، الشيخان، والمناطق المتاخمة، وأيضا نركز على سنوني وسنجار لأنها هو الضرر الأكبر الذي أصاب اليزيديين. فنقول لليزيديين أياكم سعيدة وكل عام وأنتم بخير.